السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم مواعيد مباراة الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية في نصف نهائي كأس العالم للأندية مع نادي بالميراس البرازيلي، والتي تقام المباراة في أبو ظبي. طبعا إليكم المواعيد والقنوات الناقلة فضلا منكم، وليس أمرا، اشتركوا ودعمونا في القناة وتعليق أسفل الفيديو بتوقع نتيجة المباراة ومن الذي سيكون فائز في هذه المباراة. المباراة الأهلي يدخل التاريخ، والأهلي للمرة الثالثة في تاريخه يذهب إلى كأس العالم للأندية. النادي الأهلي فاز على فريق موبيري المكسيكي بنتيجة 1-0، ويطمح الأهلي بأن يذهب لأول مرة في تاريخه إلى النهائي ويقابل فريق الأرسنال الإنجليزي. الأهلي المصري يسطر التاريخ. تقام المباراة اليوم 8 فبراير 2021 بأبو ظبي الساعة 6:30 بتوقيت مصر والسودان وليبيا، والساعة 7:30 بتوقيت الجزائر وتونس، والساعة 8:30 بتوقيت السعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت ودول الخليج. الأهلي المصري سيدخل التاريخ إذا فاز على نادي بالميراس البرازيلي، وقد سبق وأن فاز النادي الأهلي على هذا الفريق سابقا، والنادي الأهلي له تاريخ عريق، وإن شاء الله كل التوفيق وكل الحب وكل الأمنيات لفوز النادي الأهلي على نادي بالميراس البرازيلي والذهاب لأول مرة في تاريخه إلى النهاية كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات. كل التوفيق لفريق النادي الأهلي، كل عشاق النادي الأهلي في الوطن العربي فضلا منكم وليس أمرا، ادعمونا باشتراك في القناة وتعليق أسفل الفيديو وتوقع نتيجة مباراة الأهلي ونادي بالميراس البرازيلي، وهل سيفعلها المارد الأحمر بطل أفريقيا والنادي الملقب ومن ضمن العشر أوائل من ضمن العشر نوادي الأكبر شعبية والأكثر بطولات في العالم، فهو قادر إلى الذهاب إلى النهائي ومقابلة نادي الأرسنال البرازيلي. وتمويه نادي الأرسنال البرازيلي، سيقف حارس المرمى له حارس منتخب السنغال الذي فازت ببطولة كأس الأمم الأفريقية على مصر. إن شاء الله اللاعبين مستعدين على أتم الاستعداد، إنهم سيخوضون مباراة للتاريخ، وإن شاء الله يفرحوا كل الشعب المصري وكل عشاق المارد الأحمر في الوطن العربي. كل التوفيق وكل الأمنيات للنادي الأهلي، وكما ذكرت لكم سابقا ستقام المباراة الساعة 6:30 بتوقيت مصر وتونس، بتوقيت عفوا مصر وليبيا والسودان، والساعة 7:30 بتوقيت تونس والجزائر، والساعة 8:30 بتوقيت السعودية والإمارات والكويت ودول الخليج. كل التوفيق للنادي الأهلي المصري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.